وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور فهد الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية بدولة الكويت أن البرلمان الأوروبي لا يحق له التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وفقا للقانون الدولي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البرلمان الأوروبي يعاني خلال الفترة الراهنة من قضايا فساد هي الأسوأ منذ عقود. روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان تقول: لدينا واحدة من أسوأ فضائح الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي منذ عقود. إيفا كايلي نائبة الرئيس متهمة بفساد بأنها متلقية أموال من دولة أخرى للتأثير على قراراتها. إيفا كايلي من اليونان وتم طردها من حزبها في اليونان. بالتالي هذا البرلمان لا يحق له الحقيقة أن ينتقد دول أخرى ويتدخل في شأنها حتى في القانون الدولي، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. هذا البرلمان يريد أن يقطي الحقيقة على فضائح الفساد، على الفشل اللي حاصل، عبر الحقيقة الاتجاه نحو مملكة البحرين. مملكة البحرين لديها برلمان منتخب. هذا البيان اللي أصدر الاتحاد الأوروبي تم شجبه من البرلمان العربي والجامعة العربية وبرلمان البحرين اللي يمثل أهل البحرين والجمعيات الحقوقية، وتم شجبه من قبل مجلس التعاون، وإحنا معاكم إني نقدم حتى شجب الاستنكار. بالتالي هو تغطية وتمويه لخلق الحقيقة ذريعة عن الحريات. كل الناس الحقيقة تقف مع مملكة البحرين، مع إجراءاتها، مع برلمانها. عندهم انتخابات، عندهم جمعيات، عندهم تنمية سياسية، معهد للتنمية السياسية قل نظيره أنه موجود في العديد أو الكثير من دول العالم.